بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى هيا لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، وهذا اليوم هو 12 من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد المجالس في التفسير، وهو تكملة درس التفسير، وقد توقفت في التفسير عند سورة قريش. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة، سورة قريش، هي مكية كما هو عند الجمهور. وهذه السورة 4 آيات و17 كلمة و73 حرفا. فإذا ضربت 73 حرفا في 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كم يصبح من الأجر والثواب في قراءة هذه السورة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه السورة مناسبتها لما قبلها، أي سورة الفيل التي سنتحدث عنها إن شاء الله في المجلس القادم، مناسبتها أن في سورة قريش وسورة الفيل نعم أنعم الله بها على كفار قريش في ذلك العصر. فالله سبحانه وتعالى يقول لكفار قريش: قد أنعمنا عليكم بنعم، فمن ضمن تلك النعم أن دفعنا عنكم ضرا، وذلك بأن أهلكنا أبرهة عندما هجم على الكعبة. وهذه نعمة، وهي نعمة دفع الضر. وهناك نعمة في جلب المنفعة في سورة قريش، بأن أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، وسهل لكم التجارة في الشتاء إلى اليمن، في الشتاء إلى اليمن، ويكون الجو دافئ، وفي الصيف إلى الشام ويكون الجو بارد. وكذلك أعطيناكم نعم ظاهرة وباطنة. أما النعمة الظاهرة فهي أن أهلكنا إبرهة وجيشه والعرمرم، والنعمة الباطنة أن أطعمناكم من جوع وأمناكم من الخوف. وهذه النعم تحتاج إلى شكر بأن تلحق بركب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو مقصد السورة ومناسبة السورة لما قبلها من سورة الفيل. ثم تحدث العلماء عن اللام في قوله تعالى: لإيلاف قريش. فقال بعضهم إن اللام في لإيلاف قريش، اللام هذه لها علاقة بسورة الفيل. فالله تعالى يقول: إنا أهلكنا الفيل من ضمن الأسباب، ودفعنا عنكم ضرر الفيل وجيش إبرهة من أجل حماية البيت، ومن أجل أن نطعمكم من جوع ونؤمنكم من خوف ونسهل لكم التجارة. وقال بعض العلماء إن اللام في لإيلاف لها علاقة في آخر السورة في قوله: فليعبدوا، يعني كما أنعمنا عليكم بأن أطعمناكم من جوع وأمناكم من الخوف وسهلنا لكم سبل التجارة لليمن في الشتاء والشام في الصيف، فاعبدوا رب هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الطبري: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: أي الله، اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك، ومع ذلك يعني هم يكفرون بالله إلا من رحم الله. لإيلاف قريش،
يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم على كفار قريش في ذلك العصر نعم، من ضمنها أنهم بدأوا يألفون التجارة إلى الشام وإلى اليمن، لأن بلادهم قاحلة، مكة وليست ذات نخل وليست ذات زرع وليس في اقتصاد، وواد غير ذي زرع كما وصفه الله، لكن الله رب العالمين لما أراد تشريف هذا المكان سبحانه وتعالى هيأ لهم القوة الاقتصادية وقوة ونعمة الأمن وقوة الأمن. وهكذا يقول محمد بن حزم رحمه الله: سورة قريش كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. يقول سبحانه وتعالى لإيلاف قريش: تحدث العلماء عن هذه، أولا أنه لم يذكر قبيلة من القبائل، وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة قريش، لم تذكر قبيلة في القرآن غير هذه القبيلة وهي قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث العلماء عن سبب تسميتهم بهذا الاسم، أي القبيلة، بسبب تسميتهم بقريش، فقيل إنهم سموا بذلك من القرش، وهو التكسب، لأنهم كانوا يعملون بالتجارة، يعني من القروش، المال. وقيل سموا بهذا الاسم قبيلة قريش من التقريش، والتقريش هو التجمع بعد الشتات، لأنهم كانوا متفرقين فاجتمعوا على النضر بن كنانة وهو قريش، فلما اجتمعوا سموا بهذا الاسم، سموا قريش، لأن التقريش هو التجمع بعد التفرق، والتجمع بعد التفرق يحدث قوة، ولذلك وصف الله اليهود بأنهم وقطعناهم في الأرض أمما فيكونوا ضعفاء بهذه الطريقة. وقيل سموا قريش بهذا الاسم من التفتيش، لأنهم كانوا يفتشون الحاج ويبحثون عن حاجاتهم، حاجات الحجاج الحاجين والعمار، الحجاج والعمار إلى بيت الله الحرام، ويساعدون الفقير والمسكين والمعوزين. وقيل سميت هذه القبيلة قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم قريش، وهو النضر بن كنانة، سموا بهذا الاسم من سمك القرش، من سمك القرش، وهي دابة عظيمة في البحر، لأنها تأكل ولا تؤكل، ولأنها تغلب ولا تغلب. فكذلك هذه القبيلة، قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بهذه المثابة. يقول الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء، يعني أن الله من تفضيل، يعني من إنعامه على قريش أنه سهل لهم ما فيه قوتهم، وجعلهم وأعطاهم أربع نعم. النعمة الأولى أنهم جعلهم يألفون التجارة إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف، مع أن السفر خطير وفيه مشقة، مع ذلك من إنعام الله عليهم أنه سبحانه وتعالى جعلهم يألفون هذا الشيء. النعمة الثانية أنهم جعلهم حماة البيت. النعمة الثالثة أنه أطعمهم من جوع. النعمة الرابعة أنهم أمنهم من الخوف. ونعمة الأمن ليس بالأمر الأمر الهين، ولذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فالأمن نعمة ليس بالهين، أمره ليس بالأمر الهين. فالله تعالى يقول: كما أنعمنا عليكم هذه النعم الأربع، إلف التجارة، وجعلناكم حماة البيت الحرام، وأطعمناكم من جوع، وأمناكم من الخوف. وكان الرجل من قريش يحترم في القبائل العربية في الجزيرة العربية،
حيث كانت القبائل في الجزيرة العربية ينهش بعضها بعضا ولا مكان للضعيف، وكان يسفك بعضهم دم بعض، إلا أنهم كانوا في ذلك الوقت يحترمون قبيلة قريش لأنهم حماة البيت، وزاد احترام القبائل العربية لقبيلة قريش بعد أن أهلك الله إبراهيم، فكانوا يسمونهم أهل الله وخاصة الله. فالله تعالى يقول: إن هذه النعم التي أنعمنا عليكم تستوجب منكم أن تشكروا الله باللسان، وأن تشكروه بالقلب، وأن تشكروه بأن تسخروا جوارحكم في طاعة الله، وتلحقوا بركب محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الآية في قوله لإيلاف قريش، قرأ الجمهور لإيلاف قريش، وقرأت قراءة أخرى وهي قراءة ابن عامر بدون الياء لإلاف بدون ياء على وزن فعال، وقرأت وقراءة أخرى وهي قراءة أبا جعفر بأن يقول لإلف قريش، لإلف قريش، وقراءة الجمهور هي لإيلاف قريش. وكونهم سموا بقريش أو أنه أخذ من التقريش وهو التجمع، سموا بذلك لاجتماعهم من الحرم بعد افتراقهم. ولذلك قال شاعرهم أو قال الشاعر: أبونا قريش كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وأيضا سموا كما سلف، سموا بقريش أنهم من القرش والكسب لأنهم كانوا تجارا يعملون بالتجارة. وأما تسميتهم بقريش وهو أنهم أخذوا من التقريش بمعنى التفتيش، بمعنى أنهم يفتشون على ذوي الخلات من الحجاج وغيرهم ليسدوا خلتهم، قال فيهم الشاعر: أيها الشامت المقرش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء. وهكذا، فالله تعالى يقول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا يعني ليصرفوا العبادة ويخضعوا لله سبحانه وتعالى. والعبادة في اللغة العربية كما تقدمت في أكثر من موضع أنها تذلل الخضوع، ومنه قول العرب: هذا طريق معبد، يعني مدلل المشي عليه. ومنه قول طرف بن العبد في معلقته: إلى أن تحامتني العشيرة كلها ووفردت إفراد البعير المعبدي، يعني المدلل. يقول: إلى أن تحامتني العشيرة كلها ووفردت إفراد البعير المعبدي. وفي قوله تعالى رحلة الشتاء والصيف، في قوله رحلة الشتاء والصيف مع أنهما رحلتان، واحدة إلى الشام والثانية إلى اليمن، أن إفرادها أفردها مع أنه أراد رحلتي الشتاء والصيف لأمن الإلباس مع تناول اسم الجنس الواحد والكثير. وفي قوله الصيف، الصيف تعريفه عند العلماء هو القيض أو ما هو بعد الربيع، والقيض الصميم الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل، إلى طلوع سهيل. وهذه السورة تضمنت أكثر من وجه من وجوه البلاغة والفصاحة والبيان، فمن ضمن ذلك تصغير لفظ قريش، والتصغير عند العرب من أغراضه التحقير ومن أغراضه التعظيم، وهنا المقصود بالتصغير لقريش هو التعظيم، وهذا من بلاغة السورة.
أيضاً الطباق بين الشتاء والصيف، أيضاً التنكير في قوله من جوع وقوله من خوف لبيان شدة الجوع وشدة الخوف، والله سبحانه وتعالى أبعد عنهم الجوع والخوف، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنهم وهو يتحدث عن نعم التي أنعم الله بها على قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فلماذا لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو ملخص إجمالي لهذه السورة العظيمة والسورة الجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.